مكافحه صحرائنا بكل تحدي ومقاومه. ولا زال المغرب يؤكد كل الحلول السلميه، لكن في حدود عدم تجاوز الخطوط الحمراء والمس بوحدتنا الترابيه. الصحراء كانت ودائما ستكون في مغربها، والمغرب في صحرائه، بلدنا القوي ملكا وحكومه وشعبا. لن يتردد في ضرب اطماع العدو صنيعه الجزائر لاهداف توسعيه. ان متطوع المسيح الضراء بمدينه المحمديه وجميع المغاربه يجددون العزم والتاكيد على التشبث بوحده الاراضي للمملكه، ومستعدون للوقوف وقفه رجل واحد في وجه كل من سول له نفسه ومسس وحدته الترابيه وسياده المملكه المغربيه. اننا جنود مجند وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، دائما تحت شعار مقدس الله الوطن الملك، حتى يرث الله الارض ومن عليها عن ولاده متبوع المسيح الضراب محمد السيد احمد خاصي. الملك محمد السادس نصره الله الى الامه بمدينه عيون بمناسبه الذكرى 40